تعالي هنا يا متعوسه يا مبخوسه يا خيبه الرجع. اخس عليك يا بابي. لا انا هشرعك. في ايه يا خميس؟ ايه اللي عاجبك في الشمبانزي ده؟ ايه ده بتتكلم مع الشخصيه الهولاميه دي؟ وسيم؟ ابدا. حليوه؟ ابدا. محترم؟ ابدا ابدا. انت فاهم حاجه يا دكتور؟ ابدا ابدا. وقعتي فيه ازاي؟ حبيتي فيه ايه؟ انا احب واحد يشبه الكرفس. كرفس؟ انا مش فاهم حاجه والله العظيم. ولا انا فاهم حاجه. قدامي قدامي يا فجره. محدش يتحرك فيكم. طور الله في برسيم. الحقني يا دكتور. بس ولا كلمة ولا نفس. انت هقول الحقيقة دلوقتي. الاتنين دول بيقولوا ان هم على علاقة بيكي. تعرف الدكتور من امتى؟ الدكتور؟ وكمان ماشي مع الشغالة؟ يا عم شغالة ايه؟ ماشي مع الشغالة. طلقني. اطلق ايه بس؟ احنا عارفين نتجوز. خميس طلقها واخلص. بس انت احسن اجيب خرشك. اتكلمي. الواد ده ابن مين في كل دول؟ في كل دول؟ يعني انا دخلت في اللعبة؟ قولي الحقيقة بدرية احسن. حياتي النفسي وقتلك دلوقتي. ريحيني. الواد ده ابن مين؟ الواد ده ابوس رجلك. الواد ده برعي. برعي ابننا يا حنفي. ابنكو ده ايه؟ انت متجوز دي؟ اه. والواد ده ابني من ظهري. من ظهره؟ جاب الواد من ظهره ازاي؟ كان متجوزها في زاوية. ودلوقتي يا دكتور بعد ما عرفت الحقيقة انا ماليش عيش معاك. انا هاخد ابني ومراتي وهمشي. ومش عايز معرفتك ومش عايز اصطلتك. مش عايز اشتغل عندك وسايب لك الجمل بما حمل. وراجع تاني لأهلي. راجع تاني لبيتي. راجع تاني لوطني حبايبي. مع تحيات خميسة ابو العافية. قطاع الاخبار. اذا كان الواد ده ابنه يبقى ابني ما وصلش. ابنك؟ كنت موتو. وده خلفته بقى من مين كنت موتو ده؟ خلفته من مرات البيت. يا غرابي. واحد يقول لي خلفته من ظهره والتاني من مرات البيت. وده حط ايديه في جيوبه سعيد قوي. دماغي قاعد انفجر يا عالم دماغ. مع تحيات دكتور سيد علي جنوب لبنان. الله. احنا في قناة الاخبار. في ايه؟ تسمح تقولي مراته مين يا دكتور؟ مراته مونيكا.